السلام عليكم، اللي حابين نوري لهم هذا الشينيون كيفاش خدمته شوفوا لا فيديو كامل. شوفوا لا سيباراسيون كيفاش سيباريت البنات. سيباريت الامام وحده كات دوا كات دوا، ومن بعد ديت الوسطانيه ودرت دائره في الوسط، يعني سيباراسيون اي وحده سيباري البنات. وهنا خدمته بالغوفره غوفريته بيان سور. دونك راكم تشوفوا فيا راني ندخل من لا فيديو ونخرج، راني عيانه هاد الايامات يا البنات، راني مريضه نعاني من راسي معاناه الذين ان شاء الله نرتاح. المهم شوفوا واش راني ندير، راني نكريبي باه ندير لها شويه تاع بومبي هنايا البنات، هنا يعني العروسه باه تصديره وشعرها شويه تحت مش نشوف وقاصف ماهوش طول واحد. ايا قلت ندير لها يكوافيغ بالشبكه تاع تخوادي وقلت نوريكم كيفاه راح نخدمها. دونك شوفوا البنات، دونك نبدا نلاكي باه نحي هذوك اللي موش هذاك التشنشيف غير بسلاك يعني بمشط عادي جدا، ننظف الخدمه تاعي. دونك اللي حابين يتعلموا كل ما يخص المجال الحلاقه والتجميل فيكم تتابعوني هنا او على التيك توك اللي هو cookie.beauty14-tiaret اللي هو نفس الانستغرام، وايضا على فيسبوكي اللي هو كوكي بيوتي. دونك البنات شوفوا هنايا راح نخصل خصل خفيفه، انا ما بغيتش داك التخصال البشع، ما نحبش التخصال البشع. بعد ندير لكم فيديو كامل كيفاه تغوفري وشعر البنات، نعطيكم اسرار نجاح الكوفخور، باسكو الكوفخور يلعب دور كبير في الشعره، اللي يكون الشعر نظيف مستشور غايه تغوفري وشعره بشعره. من بعد ندير لكم فيديو سبيسيال. دونك هنا شوفوا البنات درت شويه تاع لاك، يعني درته جوغ 3 دي غير خفيف، ما بغيتش نديرها كي القفه، يعني كل وحده وتقنيتها في 3 دي. انا عندي بزاف تقنيات، نكره ال 3 دي داك البشع اللي تقفقف بزاف جام با، باسكو سي ماش تبان كسكاس ولا غوز دو صابل فوق راس العروسه، والحاجه مادام تكون صغيره وبسيطه تكون شابه، ومادام تكون مهنقره مادام ماشي غايه. دونك شوفوا راني ندير بين كل خصله وخصله مساك محلول، علاه باه تبان يعني هكا شغل الفتحه يعني فجوه الداخل يبان 3 دي مخصل غايه. دونك هنا شوفوا البنات شوفوا البنات هنا كيف راح نخدم، راح نجيب لي كوتي خلي منهم شويه باه اونديليهم. درت كي زيكزاك خفيف كيما راكم تشوفوا، راني نمشط وندير في لاك لاك لاكتيسونس تاعنا كامل نعرفوا لاكتيسونس البنات. شوفوا درت ان بيك، شوفوا غادي نخصل خصل خفيفه جدا بلا ما نخصلها خصل بشعه. شوفوا شا راني ندير فيكسيت مساك وراني نثبت. دونك كيما راكم تشوفوا البنات يعني بطريقه سهله، والله قاعده حتى قلت لوحده من البنات اللي معايا قلت لها نوريا كثر خيرها، قلت لها صوري لي، قلت لها تشوفي لا بغا اكوتي هكا وصوري لي خير من ما كاش. دونك هنا هذه لاسيغ كوافونت البنات نكتلو بها الشناشف، دير 20000 دير 20000، خليت لها وحده شويه هكا لتحت بها اونديليها لها هاديه، وغادي ندير لها لاك ونمشطها للفوق ونفيكسيها. شوفوا البنات كم تشوفوا فيا راني شعطوطه راني قحلتي الحال، راني مريضه هاد الايامات، انني اعاني من راسي ما عرفتش كاع شحال بروبليم له داير لي المشكل تاع الالم تاع راسي يعني بطريقه مرعبه، ان شاء الله يكون خير. دونك شوفوا هنا كاين فيني غبني ضفري راه يلصق لي في الاخرى خسرها لي باسكو راه صاري ان ديكولمون تاع الروبر باز. دونك هنا نثبت خدمتي بمساك. شوفوا البنات نعاود، شوفوا كاني مطلعه لما كاع الخدمه في الوسط، علاه البنات باش ما نتغبنش، اللي درتها في الكوتي اليمين نعاود نديرها في الكوتي اليسار. عروستي الغاليه طيوبه هاد العروسه بالبزاف، عاقله جونتي سيمباتيك كول. شوفوا كيفاه راني نلم، راني ندير في لاسيغ كوافونت، شوفو نسلك مليح نمشط غاية. قلت لصاحبتي روحي لي من هيه كاع اها، مالغري راها الإضاءة مي لازم تشوفو لي ديطاي.
شوفوا كيفاه راني نمشط نقي فيه دوك الشناشف. شوفوا نعاود نجيبها منا ونخصلها كيما خصلت الكوتي الاخر، ونخصل الكوتي اللي منا البنات. شوفوا نعاود نجيب لالاك، شوفوا فجوه تخفف ونفيكسي. يعني اي وحده تقدر تخدم هاد لاكوافير، مي صعبه ما والو، اي وحده تقدر تخدمها. نجيب مساك بيان سور نفيكسيها، انا ندير زوج مساسيك توجور باش نزير باش من بعد نهار اللي نكون نخدم ما يهربليش الشعر يعني كي يكون مشط فيه. شوفوا دونك نعاود نلم هذاك باش نخدم ديك التحتانيه اللي بقات. نورمالمون كيما تشتوها من الجهه اللي من هي سي نفس الجهه اللي منا، هنا على الاضاءه راها عكس الجهه الاخرى، سي بوغ سا ما يشتبان بالبزاف. راني ندير في لا سيركوافون توجور نحطها في يديا ونبدا غير بشويه، ما نكثرش وما نزيدش الشعره بزاف باسكو الا ثقلت من الزيت تولي بشعه البنات. دونك راني ندير في لا لاك، شوفوا كيف هنا مشات الشعره ننظفها ونعاود نقبضها بمسيسيك. شتو تخصيط الغسيل خفيف وشباب. شوفوا البنات مساك ونخصلها، ومن بعد كي نكمل كاع فيني خدمتي نقبضها بمساك مغلوق. دونك قادرين من هاد لي فيديو تفرجوا لي فيديو شاك فوا فيديو يعني ترفضوا بزاف افكار. شوفوا هنايا شوفوا لا فينيسيون لا لاك درت يديا باسكو راني كاريتها سمحوا لي. المهم تتعلموا الفايده ما تركزوش معايا انا، ركزوا مع الشعر. شوفوا البنات شتو خصل خفيفه ما تجيش موش. انا نكره انا هذاك 3 دي اللي يديروه يعاودوا يفوتوا عليه لا بلاك، يفوتوا عليه الليسور ويبقى يابس ومشكشك ومشنشف، يعني فريمون ما عندهمش الكو. انا بور موا الحاجه مادام تكون اكزاجيري ماشي شابه، حاجه مادام تكون سامبل مادام شابه. انا درت بزاف لي فورماسيون، نعرف كاع انواع التخصيل توريق 3 دي كل وحده وتقنيتها. بصح ماشي اي وحده تخدم على نظافه، ماشي كل وحده خدمتها نظيفه، مش كل وحده خدمتها تشوفيها بالعين جميله، كاين يعني المنظر الجميل والمنظر البشع. شوفوا دونك هنا اون جوب اون توف البنات، نوريكم شويه تاع لي ديطاي. دونك كيما راكم تشوفوا شو داك الشعر قاعد يبقى لي من لي كوتي منا ومنا، ماشي الكوتشوفال هذيك تاع الوسط، الشعر اللي بقى لي تاع لي كوتي. ايا شوفوا غادي ندخلها في لاطوف وغادي ندور كاع عليه لاطوف ونفيكسيها. جو ندير الحشوه نتاعي كيما نقولوا حنا المول نتاعي اللي راح نخدم عليه. شتو كي خفيفه ونظيفه لا 3 دي، مش كاع مشكشكه شينيون شباب، خفيفه ظريف. دونك انا نخدم عليها بالشبكه باش ما يتشنشفلهاش في التصدير البنات، ونوريكم الطريقه تاع الشبكه السهله جدا. عندي شحال من ميثود بصح نوريكم كاع الطريقه السهله واللي ما تديلكمش الوقت، شرو برك غير لي بيك. دونك شوفوا البنات تركبوا لاطوف، يعني تفيكسوها صاير داير شعرها مو طويل بزاف. زعما كون بغيت نخدمها التوريق يعني وتخصيل ما يخرجش يعني نظيف في الخدمه. يعني هنا توجور كي تختاروا الموديل تاع شينو خيروا زعما العفسه ولا الموديل اللي يعني يخرج لكم نظيف، ماشي مهم تخدمي وصاي، ماشي تخدمي بعد يخرج يعني ماشي نقي وفيه لي موش بزاف ايتو. يعني حسب طول الشعره والكاليتي تاع الشعره، الا تساعدك بها تخدمي 3 دي بلا شبكه خدميه، بصح الا ما تساعدكش لا خدمي بالشبكه، المهم يبقى لها شينيو نظيف ويخرج مفيني. شوفوا البنات شوفوا ركبت المول تاعي، ها هو ليكم. دونك شوفوا جبت شبكه ودوك ندي شعره ننظفها غير شويه بلالاك، شويه تاع لاسيغ شويه تاع لالاك. ها هي لالاك لاكتيسونس نتاعنا. شوفوا كيف راح نجيب شبكه تاع 2000 فرق. اها انا شاريها بالباكي،
شوفوا راح ندير بها ورده، شوفوا كيف راح نشكلها بصباعي. ولازم هنا ضروري يكون عندكم لي بيك، الا ما عندكمش لي بيك ما تعرفوش تخدموا. هنا الشبكه جات يعني عريضه بزاف، اذا كليكسيت على الشبكه كاع عاود فيكسيتها. ندي غير باش نسحق البنات، شوفوا هنا كان يشكل فيها بصباعي، تتشكل فاسيلمون. شوفوا هذوك نبدا نجيب لي بيك، لي بيك العواد هادو هما كيلبيليات، هما اللي يعطوا لي الموفمون والشكل. صح كاع في لي بيك، ما كاش لي بيك ما درنا والو، يشدوا لك الخدمه تاعك حتى اللي تكملي وتفيكسيها. شوفوا كيف راني نخصل هنا، راهي اكوتي بصح راهي واضحه البنات، يعني صورت لكم خير من ما كاش. هنا نزيد ثاني بيك واحد اخر، ومن بعد كي نسقمها كاع ونشكلها الموفمون كله، شنو راح ندير؟ نلاكيها بيان، غير لاكيها تبقى واقفه. ومن بعد نبقى نقيس غير في المساسيك بين شعره وخوتها، يعني وين المساسيك ما يبانوش، يقول لك الحفافه شطره ما تخليش المساسيك يبانو. شوفوا هنا بقى هذاك ليكسي دورته درته كي الورده في الوسط، يعني نتوما تتحكموا في الموفمون، مش قران يقول لكم هذه هاك وهذه هاك، واي حلاقه تقول لكم هذه تاعي وانا كرييتها. ما كاش اللي كريات، ما كاش اللي كريات، كل شيء سهل، كل شيء يعني غير راسك يخدم البنات. شوفوا سهله جدا، والشبكه تخزن كاع لي موش، لي موش كامل ما يبانوش. اللي ما عندهمش لي بيك يقدروا يخدموا بالمساسيك محلولين البنات، ولا عيدان تاع الشوا. هادو لي زيغوي تاع اللي نخدموا بهم الحراره، شتو كاني فيكسي فيهم بلا ما يبانوا المساسيك البنات. راكم تشوفوا دوك لاكي بيان، ونخليهم يشيحوا. كي يشيحوا هذاكش ان نقلع في لافان، تشوفوا كاع الريزلت كيف خرجت. والشبكه تاعي ممكن تكمل غابيد ما تشدش. هنا كنت تشوفوا فيها اكوتي، ما كنتش تشوفوا فيها انفاس، قلت لها جيبيها انفاس. شوفوا راهي جميله، شفتوا كي راهي تبان في الكوتي الاخر ما كانتش تبان. دوك نجيب تاني في الكوتي هذا، لصقتها بمساك يعني في الاتجاه اللي بين يديها فيه، نقيها. دوك نبلاصي شبكه، شوفوا دوك الشناشف اللي تحت، على ما بغيتش نخدمها بلا شبكه، تخرج ماشي فين تخرج باش يعيا بنات. ان شاء الله تستفادوا، دعوا لنا دعوا لنا، واللي يحبوني بارطاجوا لي بليز في لي جروب فيسبوك انستا فيسبوك اي بلاصه، باش تحفزوني هاكا تزيدو ديروا لي لايك، ونزيد نطلع لكم لي فيديو تاع كلش كل ما يخص الحلاقه والتجميل. وجربوا، اللي جربوا تنجح يعني ستان بليزير، يعني كي نبارطاجي معكم حاجه وجربوها تنجحوا فيها والله نفرح، نقول بلي راهم يخدموا، راهم يدوا الافكار وراهم ينجحوا في تجربتهم. شفتوا كيف تخصلوا بالشبكه؟ سهله جدا. شوف انا هذا الموديل كنت نخدمه من 2017 2018، كنت مبتدئه قبل ما الناس ترجع كاع للشبكه، قلت انا نخدمه. والفكره هذه ديتها على ثاني وحده يوتيوبرز، شتها غوريه ماشي حتى عربيه قديمه، ديتها عليها ايو كنت نخدمها، نكذب عليكم الشبكه سلكت الحاصلين. شينيون تاعها ما يخسرش، بدات لي يلبسوا الشده وكاع، شغل كاع تلبسي فوقها الشده يبقى الشعر كيما هو ما يتلبسش. ومرات كاع وحده شعرها قصير تقدروا تخدموا، تشرو اكستنسيون تشرو بوستيش وتركبوه، يخرج يهبل كيما هنا. فتحت من بعد ما كفاني زدت لها شويه تاع اكستنسيون تاع شعر كيما هكا شاطان في اللون هذا البني الغامق، ما يبانش كاع. شوف شوفوا كيفاش شكلتها، ساهله مهله، نتوما هنا تتحكموا في الموفمون. شوف هيا دوك هنا لا لاك راكم تلاقوها، تدي الموفمون دوك كي تشيح تقلعو تصيبو كلشي كي من راحك. شوفوا شاني ندير، راني نقيس في المساسيك من تحت لداخل باش ما يبانوش، باه نفيكسي حاجه ما تبوجي. يعني هنا نتوما ذكيات تولوا تفيكسو المساسيك وحدكم بلا ما نقولكم انا، تعرفوا بلي المساك يجي لداخل وما يبانش، وتعرفوا وين تحطوه باه ما يبانش. هذا مكان يعني ماشي حاجه اللي كبيره. ان شاء الله ان شاء الله تستفادوا يعني من هاد لا تكنيك البنات، وجربوها وخدموا على رواحكم. دونك لا ميسقسو، انا منين؟ انا من ولايه تيارت بالضبط مدينه السوقر. شوفوا البنات شوفوا كيخرج الموفمون شباب، هذاكم تشوفوا فيه اكوتي ما كومش تشوفوا فيه انفاس، انفاس يهب اللي جنن. دونك نجيب وحده منها ونزيد وحده منها، ومن بعد نزيد اكستنسيون، زدت لها فتاته من تحت في التالي. دونك ما راحش زعما نطول كاع الفيديو، المهم انا ديتو الطريقه تاع الموفمون سهله، يعني كيما درتو من فوق ديرو في لي كوتي منا ومنا، ماشي حاجه صعبه خلاص. شتو كان اللي دخل في المساسيك وين؟ في الفجوات هذوك اللي درتهم لداخل في الوسط، باه يفيكسوا لي الموفمون، راكم تشوفوا باش ما يبوجيش. العروسه هذه راحت فرحانه، شطحت حتى قالت خلاص، راحت فرحانه فرحانه فرحانه،
الله يهنيها، اصلا سكره وعقله. شوفوا دونك هنا وجه الزبونه باش ما يبانش. شوفوا البنات شوفوا، يعني راني نخمم وين نديه دوكا، ندير لالاك وراح نكمل كيما خدمت لي كوطي كاع. نجيب شبكه فيكسيها، الشبكه تتباعوا بالالوان، كاين لي بيضاء كاين لي مارون كاين لي نوار، يعني الا درتي بوستيش ولا كان شعر زبونه ابيض نستعملي شبكه بيضاء يتباع. نشرب بالباكيه، باكيه فيها 100 حبه تشد لكم الصيف كامل ولا العام كامل ما تخلصش. شوفوا راح نغلق على الشعر الكل في الشبكه. شوفوا طار لي المساك، راح نحيها خلاص، تفيكسات غاية، نعاود نلصقها. شوفوا فيكسيتها فوق الشعر، شوفوا دوك هنا كيفاه راني نلبس فيها، يلق شعرك كامل يتغطى البنات، ونبلع عليه بمساك. شوفوا وين نبلع عليه الفوق، شوفوا يعني هذه والله ما علمتها لي وحده، قلت لكم رفدتها على وحده من اليوتيوب. طاح لي السلاك نتاعي، هيا شوفوا دوك كيفاه راني ندير في الموفمون ساهل، هذه اسهل كوافير تعطوها البزه في البخيمه تعرف تخدمها، ماشي لا حتى الوحده تقرا الحفافه. هيا دوك شوفوني نحي في لي بيك، شفتو كي شاح ولا الوان خلاص. شوف اها شفتو شكلت وريده واحده اخرى. شوفوا يعني هذه اسهل تسريح، تدي الوقت سيغت في الكوفخيغ، لازم الشعره تكون كوفخيكم، ما تكونش الشعره كوفخي ما تيقوش تخدموها البنات، باسكو الكوفخيغ يعطي الفوليوم للشعره وتيقو تحكموا فيه تحت الشبكه. شوف شتو لي بيك يعطوكم موفمون، يشغل هكا كي البيليات ولا كي شتو كي ديروا الكوفراج تاع الداله تشكلوا الداله هكاك. هيا نتوما تشكلوها كاع ابخي تنحو كي يشيح، تنحو الكوفراج هذاك اللي ديروه ولا دوك المدريات. شوف مهم الشعره لازم تكون كوفخي ماشي كوفخي، نعاود ناكد ماهيش كوفخي ما تخدم لكمش الموفمون كيما تحبوا، سينو اشرو بوستيش وديروا له كوفخي وخدموا به. واصلا يتباع البوستيش كوفخي البنات، دونك ما بقاش بزاف لا فيديو، راح نكمل هذه الشعره ومن بعد نوريكم كاع كيفاه خرجت لا كوافير في النهايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، ودعوا لنا بالخير. دونك ماشي حاجه صعبه كيما خدمت هذوك نخدم، شكلوا كيما تحبوا نتوما، ماشي قران كيما قالت فلانه كيما دارت فلانه، ما تحفظوش تعلموا تكونوا ذكيات، تخدموا ريسانكم كسروا ريسانكم حتى تخرجوا ديك الحاجه صاي. شوف هنا شحلت الضو باه تبان حتى طفرت. شوفوا البنات دوك نجيب المساسيك، اذا يكونوا عندكم المحلولين باسكو هما اللي تدخلوهم لداخل تفيكسو بهم في الشبكه. شوفوا المحلولين ثاني يعاونوا في الموفمون. اي دوك شاني ندير البنات، راني لاكي لا لاك ضروريه، هي اللي تخلي لكم شعره واقفه كيما تعطوها الشكل تبقى. شوف شوفوا البنات جميل جدا، دونك بقات دقيقه ولا دقيقتان ويخلص الفيديو. دونك كاع لي تكنيك رفدتوهم، ومن بعد في الامام دوك الشعرات اونديلوهم والرولانيين ثاني اونديلوهم، والسلام عليكم وخلاص الحكايه. دونك نجيب وحده منه ونجيب وحده منه، راني ندير فلاسيغ كوافون تبع شويه نقتل داك التشاطيط واش ناشف. شوف شتو المساسيك تستعملوا، المساسيك تستعملوا بصح قلت لكم الحفافه شاطره ما تخليش المساسيك يبانوا. دونك نجيب وحده من وحده من نقسمهم باه نكمل لاكوافير نتاعي، نجيب شبكه ونركبها. دونك اللي حابين يتابعوني ويتابعوا
كل ما يخص مجال الحلاقه والتجميل ان شاء الله يقدر لي ربي. وكل خطر نحط لكم حاجه في الكولوراسيون، في الاستيتيك، في لي شينيون، في الماكياج، مهم تستفادوا مني. دونك هنا الطفله عيات، شوفوا لي كي كملت الشينيون، شوفوا البنات خرج يهبل. وهنا كون تشبحوه بلي زاكسيسوار، لي زاكسيسوار يلعبوا دور كبير في جمال الشينيون. انا درت لها غير اكسسوار خفيف ودرت لها زروف، ها هي وينا هنا الاضاءه طافيه البنات. فرحت فرحت راحت بزاف فرحانه، ربي يهنيها ان شاء الله ويكمل لها. درنا لها هذا واش ما كان متواجد عندنا. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم التسريحه، ودعوا لنا بالخير ودعوا لها ربي يهنيها، لانها انسانه حقيقه جد 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 جد, جد طيوب. دونك هي ليكم، يعني راكم تشوفوا في الشينيون كاع لي كوتي. شكرا لحسن المتابعه، وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.